الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة. كالعادة معايا في الأستوديو مدام نجيب الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيب أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك، يعيشك. رحبا زيدا بأحمد المخلوفي زميلنا في الإخراج التقني وسيف الإخراج الرقمي. مدام نجيبة، كنا حكينا في الحلقة اللي فاتت على الشخصية، عرفنا شخصية المكونات متاحة والعوامل المؤثرة في بناء الشخصية. لو كان في دقيقة مدام نجيبة قبل النتيجة، معناها النتيجة فوالا كالأرضية اللي حكينا عليها الكلها، وين باش توصلنا؟ أما قبل ما ندخلوا على الأنماط، في دقيقة لخصنا الشخصية شنو هي الشخصية؟ كما قلنا معناها في الحلقة الفارطة، قلنا راي هي مجموعة من الصفات والتباع والسمات اللي معناها متوفرة في شخص ما، تتميز اللي هي تتميز كل شخص وتعكس طبيعة التفاعل مع المحيط، مع نفسه، مع المحيط المحيط به. عندها برشا مكونات اللي هي الجسدية والنفسية والانفعالية، الانفعالية العقلية والذهنية. وعندها برشا عوامل تأثر فيها اللي هي العوامل البيئية الوراثية، العوامل البيئية الوراثية، العوامل الوراثية، العوامل الحضارية، الانترنت، وسائل الاعلام، الثقافه، الجين، المعتقدات، كلها تاثر في الشخصيه الارضيه ذي اللي متوفره لكل شخص. قلنا عاد الكلمه انت اللي قلت لي انت كيفاش تاثر، هذه سلبا او ايجابا؟ ولا اي عندك انت طبعا باش تمشي لنا وين السلبي وين الايجابي. ولا قلنا احنا كالعوامل هذيك كلها زعما قد ما يخو ايجابي راهو باش يطلع الشخصيه ايجابيه، قد ما يكون فما سلبي ولا بين بين باش تعطينا معناها مرات ايجابي ويطلع سلبي، معناها مرات سلبي ويجي ايجابي، معناها سبحان الله. تو نعرفوا علاش معناها هذول الكل تو نطرحوها ان شاء الله ونعرفوا نبحثوا في الاسباب. به الانماط نتاع الشخصيات مدام نجيبه، قداش عندنا من نمط؟ عندنا برشا انماط، وهي هذه في تحديد الشخصيه وتعريف ومكوناتها والعوامل المؤثره وانماطها اختلطت فيها برشا برشا علوم، دخل فيها علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي، علم النفس الطفل، العلوم التربويه. احنا باش نحاولوا مش نتبعوا برشا طرق علميه خاطر نحترموا المستمعين وطاقه استيعابهم استيغاه، مش نحاولوا نبسطوا ونعطوا الشخصيات اللي اجور تعرضنا، معناه احنا في النهار ملي تخرج وانت تبارك الله معناه تعرضك برشا شخصيات انواع واشكال. وانت بالحق هو المفيد في الحلقه كونك مش نتعامل معاه، هي شخصيه وجدت هذيك رهينت معتها مؤثرات اجتماعية واقتصادية وبيئية وراثية، ومهما تكون إيجابية ولا سلبية ولا موجودة قدامي مضطرة أني نتعامل معها سواء في العائلة ولا في الخدمة ولا في الشارع ولا في المرشي ولا في أي بلاصة. معناها كل ما توجدوا زوز شخصيات راهي كل شخصية مش تتعامل مع الأخرى، معناتها التفاعل الاجتماعي هو اللي مش يحتم عليك كيفاش مش تتعامل معاه، اللي يفيدنا الشخصية أنا كي مش نقع في تفاعل معاه كيفاش مش نتصرف. حتى انا كي ناقع مع عبد اخر باش مش يتصرف معي، معناها معرفتي لذاتي هي حسن التصرف مع الاخر، معرفة الاخر بذاته يحسن التصرف معي. كي يبدا ما يعرفش ذاته الاخر، هي من المستحسن انه يعرف ذاته باش يعرف معناها اللي عليه واللي مش عليه، لانه في معرفة الذات احترام للاخر. وانت كي تعرف روحك تعرف معناها الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه باش تتفادى السلبي وتحافظ على الايجابي وتحسن احترام الاخر، لان في احترام لذاتنا احترام للاخر. واحنا كيما قلت لك معناتها مضطرين ان نحن ما اخترناش الشخصيه، اما مضطرين ان نتعايشوا معاها ونتاقلموا معاها ونحترموا غيرنا في تواجدنا معاه، ومضطرين زادا نتعاملوا مع كل الشخصيات مش الشخصيات الاخرى. ما تختارش انت الشخصيات اللي مش تتعامل معاها، اي مضطرين هو اضطرار فوالا، توقعك مرات ظروف غير معناها عباد ينطوندي تتعامل معاها. كما قلت انت في كل المجالات الاجتماعيه ملي نحلوا مام في عيلتنا، عندك اخواتك، عندك الفامي نتاعك، عندك كي تخرج لبرا الجيران اتسيتيرا، ملي تحل عينيك وانت تتعامل. دونك شنو المفيد؟ احنا خلينا نعرفوهم باش انت كي تعرف كل واحدة بعض كي تجيك تجي في مخك انا هذايا هني كنت شفت مع انت كيما الاعراض نتاعها وكيما السلوكيات والسمات والصفات والتباع. دونك انا كي نعرفك نقرا لك حسابك، نعرف كيفاش نتفاعل معاك. اعطينا بعض الانماط مش نعطوا على الاقل الانماط اللي انا في التراء ريتهم وراو فيهم اجور. احنا عندنا مثلا نبدو ديما في الشخصيات المحبذه، عندنا الشخصيه البسيطه الودوده
طلقة موجودة ناس مليحة ناس مليح طيوب تنعطوا صفاتها وكيفاش نعطوا معناتها احنا نزيد مش نذكروهم اوكي انت كان تحب قيدهم عندك باش بعد نتقيدوا كيفاش كل واحدة عندنا الشخصية الودودة البسيطة عندنا الشخصية المترددة عندنا الشخصية العنيدة عندنا شخصية خشنة معناتها بالفطرة سبحان الله عندنا شخصية ثرثارة قلوق وجع لي راسي عندنا شخصية باردة انديفيرونت معناها لا يهمها لا لا شق... لا... لا... لا زازة ولا فرح ولا حزن سي سور راهو الناس الكل يسمع فينا ربي يقول كا هي إيه هذا اللي هذا في قايم في روحه معناها ويبدا يتذكر وباش يزيد يتذكر اكثر كي نذكروا معناها بيوصلنا للشخصية الباردة باردة عندنا الشخصيات المخالفة والمعارضة عندنا الشخصيات المدعية للمعرفة أنا أقول لك يا من يدعي في العلم معرفة عرفت شيء وغابت عنك أشياء وعنا هذية بارتو سيرتو في الخدمة متاعنا هو يدعي العلم ويقول له لا يفقه في العلم شيئا موجودة عندنا الشخصيات المتكبرة والمتعالية عندنا الشخصيات المتطلبة قد ما تعطيها ما تقولش لا وعندنا الشخصيات المتعقبة هذوما الأنماط بصفة عامة اللي نقابلوها في الحياة خلينا الاجتماعية نبعدوا عن الشخصية النرجسية هذوك حاجات تدخل في الأمراض النفسية إن شاء الله تو نتناولوهم في حلقات قادمة في الاضطرابات معناتها السلوكية هذيك حاجة أخرى أما هذوما برسك 11 نمط يعرضونا في حياتنا اليومية بصفة منتشرة. به الصفات وإلا كيفاش نعرفوا إن هذي ناس مليح ودود ومحليه. من نرجعوا للمعاملة. إحنا كحكينا على الشخصية قلنا تعكس طبيعة التفاعل مع الآخر مع المحيط اللي أنت تعيش فيه. إحنا مش نشوفه مثلاً نبدو بالشخصية البسيطة الودودة شنية أكثر حاجة أنت كتعاشرها وحكيت عرفها ترى معناتها سلوكياتها فيش تتمثل الشخصية هذه عنده الودودة. تشبه لك برشا سهم تضحك معناتها تضحك برشا تلقاها هادئه في الطباع نتاعها ديما مسترخيه ما تلقاهاش متشنجه تلقاها ديما فيها لي زون بوزيتيف يقبل الاخر بصدر رحب بشوش معناتها بلغتنا نحن عنده قابليه يقبل الاخر بطريقه معناها بسيطه جدا ودعم يتقبلها بسهولة يتقبلها يعني. ما يلقاش مشكلة في التفاعل مع الآخر حتى الآخر كي تتعامل معاه مهما كان هو مهما كانت شخصيته يقبلك في أنت الحاجات اللي يلوج فيها موجودين شكون ما يحبش عبد يضحك شكون ما يحبش عبد يتودد شكون ما يحبش عبد فيه لي زون بوزيتيف معناها يلقى قبول هو يقبل الناس ببساطة ويلقى قبول عند الآخرين عنده ثقة في نفسه كبيرة وبالناس المحيطة به معناتها يتعامل بالثقة يعامل الناس بالحسن هذايا معناها عنده هك الطريقة هذه يحب الإطراءات ويطرأ الناس ونحن نقول لك العبد والله يهز المراد ما يحب تكش معناتها حتى كان ديما حتى كان أنت في صورة معناها سيئة يحاول يجبد لك الجوانب الإيجابية يركز على الإيجابي أكثر من السلبي ما يخذش السلبي مهما كانت السلبيات يتغاضى عليها بصفة يتجنب الحديث على الضغوطات يا ما يتشكيش ما هني تعب ما نعرفش ما ذكر كل ما يدورش بديم يحاول يعطيك الصورة الإيجابية للحياة يرى نفسه شيء معناها شخص مميز خير بطبعه هذوما أكثر الصفات اللي فيه معناها ويرى نفسه إنه ينفع المجموعة ومن واجبه إنه ينفع الناس كل معناتك تبقى معاه ديما تتمتع معناها معاه بالأريحية النفسية وتجني ثمار العلاقة معاه بطريقة نجم يعني تستفيد من أحسن من الشخصيات المرنة الهينة اللينة اللي إنك تبقى معاها تستفيد على جميع المستويات به كيفاش نتعاملوا معها الشخصية هذه؟ هذه بقدر ما عندها ما هي قيمة من العطاء معناها محليها وقديشها سمباتيك وقديشها اجتماعية في التعامل يلزمك عادة تتعامل معها بمعاملة بالمثل معناتها يحب كيما انا عاملتك بالحسنى عاملني بالحسنى انا عاملتك بالطيب عاملني بالطيب معناتها ديما اكل معامله التشاركيه التبادليه الايجابيه معناها يعني على قد ما نعطي على قد ما نحب ناخو قد ما نعامل يحب تقدم وتستمع الي معناها يحب هكا الاصغاء ويحب الاطراء يحب المناقشة وإبداء الرأي معناتها يعطيك فرصة إنك تناقش وما تاخذش منه كل شيء هكي يحب عنده وكلير فري باش يسمع ويناقش ماهوش متسلط يعني ولا يحب يفرض ليه إيزيبل ماهوش متسلط حتى طرف يتفاعل ويتعامل بطريقة جدية
ما يحبش الإهانات والضغط والتسلط. معناها هذه من الشخصيات اللي ساهل تتعامل معاها وساهل معناها والعلاقة تثمر. ومن أحسن العلاقات اللي مضى بينا تكون خير، هو خير لنفسه وخير للآخر وخير للمجتمع. معناها هذا يفيد ويستفيد. أي الشخصية هذه يعني سهلة ودودة الشخصية المطلوبة والمطلوبة اللي احنا فيها الضغوطات النفسية على الأقل أنا كي نتعامل معاك نلقى الأريحية، احنا رانا مجبرين باش نتعاملوا. تفرح إيماجيني أنت لقيت شخصية كيما هكا، مش تعدى نهارك كيفاش مش تقضي شهورك. معناها إيماجيني أنت مشيت البنكة ولا بوسطة ولا حتى تخدم في الإذاعة نتاعك، كي تلقى أشخاص متعاونة، أشخاص مرحة، أشخاص بشوشة، مش تلقى معناها كل شيء مسهل كما نقولوا. من احسن الشخصيات، من احسن الشخصيات مضافين الناس كلها تتحلى بالشخصيه رغم العوامل المؤثره. به دونك عندنا احنا برشا انماط الحقيقه مدام نجيبه نحب نتطرق لهم معاك بالوحده بالوحده باش كل حاجه نعطيوها قيمتها وقيمتها ونفسروها ونفهموها خاصه نتعلموا كيفاش نتعاملوا معاه. به دونك اليوم تعرفنا على الشخصيه الودوده السهله اللي هي المطلوبه اللي قلت انت مطلوبه اللي تسهل نواميس الحياه وتبسط وما تعقدش. احنا سميت لنا برشا انماط دونك ان شاء الله باش نتطرقوا لهم في الحصص معناها القادمه باكثر تفاصيل باش كل حاجه نعطيها الوقت نتاعها والساده المستمعين يستفيدوا على الاقل ويعرفوا معناها الطرق نتاع كيفاش يتعاملوا مع عده شخصيات خاصه انه فما برشا من شخصيات يعدلوا من شخصيتهم يكتسبوا تكتسب الشخصيه من السلوك الحسن. علاش ما نكتسبوش؟ علاش انا شنو باش نغير كان نتغشش ولا نتنكد؟ مو نكون بشوش هي معناتها الابتسامه صدق. باهيك العبد كي سهل الحياه وسهل التعامل معناتها مع الاخر بيان سور باهيه برشا، وخاصة في حالة ما أي شخص ينجم يكون مجبر على التعامل مع شخصية كيما سميتهم العنيدة وإلا الثرثارة ولا المتسلطة ولا غيره، دونك على الأقل كيف نوصلوا للحلقات هذوما باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ولا ربما نتعاملوا مع أنفسنا ونتعاملوا مع الآخر إيجابيين، خاطر إحنا محتاجين راهو محتاجين الحسن التعامل يقضي الشهور ويحسك بالأريحية النفسية والجسدية والعصبية. واضح، شكرا لك مدام نجيب الحاجي الأخصائية النفسانية، يعطيك صحة على كل ما مديتنا به من تفاصيل ومعطيات. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في العين. الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.